إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج في مجال انفتاح المؤسسة الجنية على محيطها الخارجي بمعية شركائها، واعتبارا للرياضة باعتبارها آلية من الآليات لإعادة إدماج السجناء. اليوم كيف ما شفتوا إدارة المؤسسة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء جهة الدار البيضاء، يعني تم العمل على تنظيم يوم رياضي بامتياز لفائدة النزلاء. طبيعة الحال في مجالات عدة، هناك كرة العين، كرة السلة، وأيضا كرة القدم المصغرة اللي طبيعة الحال شارك فيها شبان فريق الوداد البيضاوي مع النزلاء الأحداث ديال المؤسسة، كذلك شبان فريق الرجاء البيضاوي مع النزلاء الأحداث، وأيضا فريق قدماء الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي مع أطر وموظفي المؤسسة. الهدف بطبيعة الحال هو كيف ما قلت إذكاء روح انتماء للمجتمع وتقوية الروح الرياضية وتعزيز وتنمية قدرات النزلاء اللي من أجل غدا أفضل إن شاء الله. تنظم اليوم كل من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفلا رياضيا في مختلف المجالات. هناك كرة العين، كرة السلة، كرة الطائرة، وهذا نشاط رياضي بكل امتياز وبكل المقاييس لفائدة نزلاء مراكز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء. الهدف منه هو خلق واحد روح من التعاون، التضامن، تنمية الذات، وكذلك ملء الفراغ بدعامات وأنشطة تربوية تساعدهم للخروج إلى المجتمع الذي سيعودون إليه لا محالة بعد انقضاء المدة المحكومة بها عليهم. وتدخل هذه العملية في إطار الرفع من جودة الأنشطة التي تقدمها مؤسسة محمد السادس لفائدة النزلاء. الصحافيين ديال الدار البيضاء جاوا يشاركوا في هذا اليوم الرياضي باصلاحيه ديال عكاشه، وهذا شرف كبير باش ندخلوا الدراري المسجون الله يطلق سراحهم الفرحه والسرور، ويتعرفوا على اللاعبين يشوفوا من جديد ويشاركوا يشوفوا مباريات مع اللاعبين، لان كانت مباريات ما بين قدماء الرجاء وقدماء الوداد وما بين الصحافيين والموظفين، وهذا نهار كبير لهذوك الدراري اللي كانوا مسرورين. والمهم انهم لعبوا مع ايديسات ايديسناف ديال الرجاء وايديسناف ديال الوداد، وهذا بالنسبه لهم شي حاجه كبيره، ونتمنى للناس اللي شرفوا لها شي التوفيق والنجاح. اليوم الحضور ديالنا لهذه المؤسسه السجنيه لهذه التظاهره الرياضيه اللي احنا جينا جد سعداء اننا نشاركوا فيها، يعني هذه ضروره ديال المجتمع المدني انه يشارك هذه الفئه هذه ويخرجها من هذا العالم الضيق لواحد العالم اخر، وهذه مساله نفسيه روحيه. كنتمنوا لهم ان السراح ان شاء الله في القريب العاجل، وكيكيك والمثال خير والخطائين التوابون، وتحيه للناس اللي قاموا بهذه المبادره هذه. بحال هذه المبادرات خاصه امام واحد الوليدات اللي صغار كنشجعوهم باش يخرجوا ان شاء الله يكونوا لانهم هم المستقبل ديال البلاد، وهما اللي ان شاء الله غيساهموا في التنميه ديال البلاد ديالنا. كنتمنى الله يطلق سراحهم ويرجعوا ويندمجوا في المجتمع، لان المجتمع بحاجه ماسه لهذا الشباب هذا. كنبغي نشكر مدير ديال السجن سي عبد السلام على الدعوه هذه، وانا فرحان جد فرحنا هاد الشباب هادي الله يطلق سراحهم، وهذه بديره تنتمنى من الله باش ما توقفش فهاد، نبقاو ديما نجيو حنا راه الاشاره. طبيعه الحال انني كنتكلموا على هاد اللاعبين هادو، لاعبين اللي اتوا الملاعب الرياضيه، لاعبين اللي كانوا دوليين، وهاد النزلاء اللي كاينين، فكل واحد عنده نموذج ديالو وكيشوفوا امام العيون ديالو، فكنظن بان غادي تدخل لهم الفرحه للقلوب ديالهم، وكنظن التواجد ديال هاد اللاعبين هادو غيكون هو سمو الاخلاق ديال هاد اللاعبين، وايضا باش دائما ما يحسش هذاك السجين بانه بعيد عن المحيط الخارجي، بانه بعيد على اذا كان كيحب الرياضه على الملاعب الرياضيه فما كيجي عنده حتى لهنا باش يوصل لواحد الرساله اللي كتكون نبيله.